اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء شريف اسماعيل ووزير الكهرباء والطاقة دكتور محمد شاكر، وذلك لمناقشة ملفات مختلفة فيما يتعلق بالكهرباء والطاقة والمشروعات ذات الصلة. وشدد السيسي على ضرورة مواصلة الأداء المتميز لقطاع الكهرباء وتطويره بشكل مستمر ليلبي احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية وانتظام التيار الكهربائي، وخاصة في محافظات الصعيد والدلتا والمناطق النائية.